إعجابه بيهم ما يتعداش من باب الكراهب والمآكل والشهرة برك. اللي يهمه الثنية اللي تبقوها حتى وصلوا باش يتعلمها، ولا ربما ياخذها نهار من نهارات ويرجع للبقعة هذه بيدها مع ناس أخرين ويقوم بنفس الحركات. المدينة تعطي الإعجاب والريف يعطي المد الحياة. يتيسر الثنية اللي تبعها الشتالي مش هي الثنية اللي باش يلقاها الراعي، ولكن هو زاد رجع لنفس الأصل للأرض والريف والطبيعة باش يجدد شبابه ويطعم أكثر لذة الراحة قبل الدخول للمعة. أوجه 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 واحدة أوجه ثلاثة أوجه 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 الشبكة عند الشتالي واحدة، ولكنه ما يستعملهاش لنفس الغرض. شبكة منصوبة للعصفور باش يدعم بها طفولته، وشبكة منصوبة للهدف باش يدعم بها معرفته بقوانين الحياة. صورش حاجة ما شيء حاجب والله شيء وضبوا الكنال والخريط بوشوشة شيء ما صورش بارد ما وما مخصوش والبغض شيء لا اسمع شيء ما صورش. والعصفور الضائع يلقى وكره بسهولة إذا كان وكره يعز عليه. أجسامكم بين أناملنا تنشيط خارجي للبشرة، تمتين الخلايا العصبية، تدليل شامل للعضلات. احترام الوقت التصوير توقف الوقت فين يلزمه يقف، على خاطر الذاكرة ضعيفة ويلزمها شكون يحيرها. ثم لعب من لعب، الكارتة تعدي الوقت والكرة تاخذ الوقت. هيا وحدهم مرة أخرى مع تحضيراتهم وتفاصيلهم. شيء ما يلزم يضيع، حتى جزئية ما تفلت. الليلة هذه تاريخية عند برشا ناس، والاحتفال الناجح كل واحد يحضر لروحه حسب الواجب المطلوب. هما عليهم بجسامهم وعصابهم وخيالهم، والملقى في المكان المعلوم. أنتوكا قطر
حتى الحلم باب من أبواب التحذير، يغلبوا به الخوف والانتظار لنهار غدوة وش يجيب معاه من مفاجآت. إصباح اليوم مش كصباحات الأخرين، ثم موعد كبير هزينه مئات الآلاف، وإثناء الكل ولا تتوصل للملعب. الملعب ولا موجود في كل البقعة، في المنزه، في القهوة، في الشارع، في التلفزة والترانزستور. شنو باش تاخذ هنا؟ في تور القوغا دي في ستار. من الناحيتين ثم الخوف من الشيء المجهول وانتظار الحدث اللي ما تتحكمش دائما في جميع تفاصيله. ما بين الملاعبية والجمهور كل حد هازز حمل الاخر، الاثنين عاملين على بعضهم ويحضروا لبعضهم ومتفقين اللي كل ما تعرف قوانين حاجة كل ما تتمتع بها اكثر، وهذا اساس الحياة بكلها. اللي ما يعرفش قوانينها يحقرها وتظهر له ما تسوى شيء. الناس الكل حاضرين، الاعلام اتفصلت، الزمامره تسرحت، الكاسكروتات اتعمرت، كل حد وعرفه، اتسكرت قصت وزرده للمارشنوار، والاف والاف من الناس تتفلسف وتكمبص وتحلل، واللي ما يعرفش يسكت اللي يعرف. من الجهه الاخرى الجماهير المصريه شقت بحور وبرور باش تعطي ايد في هالفيشطه الكبيره، وقالوا مصر وتونس كيف كيف، هما والنتيجه. باش قد ما يقعد لاعب ولو 30 مينوت ولو 20 مينوت ولا 15 مينوت ولو 10 مينوت مازال البونتو يدخل البيت نتاع الفيكتوار. البقعة هي اللي توحي لبنادم بتصرفاته وحركاته. موقفك في السينما مش هو في القهوة، وانت في الشارع ما تشبهش روحك في الدار. رغم ذلك جمهور الكرة جمهور من نوع خاص، تحس بتأثير استاد على كل بقعة يمشي. بعض الحالات مش لازم معرفتك باللعبة هي اللي تعطيك المتعة، ثم ظروف خاصة تخليك تفوت الحكاية هذه وتولي لذتك أعم، تلقى روحك في وضعية عاطفية تفرض عليك متعة الانحياز. عدوك اليوم ولي صاحبك، وصاحبك تبدل غدوة بعده. هكا علاش ساعات الموضوعية والروح الرياضية ما توتيش كرة القدم اللي مقامة على الانحياز اللي هو أساس المتعة. الانحياز ما يعنيش التطرف في الحب اللي وصل الكرة، ولكنه يعني المشاركة مش الفرجة. ما كانش اللعبة هذه الوش معمولة.
ثم فعل يعبر وفعل يفعل، وكل فعل يغلب التعبير نخليه بالكلمة. Thank you.
يرجع الفعل للتعبير على عالم التمرير والتماس والتسلل وضربة الجزاء والهدف. هالعالم الكبير اللي ما يفهم جغرافيته كان اللي مستعد بالروح وبالدم يفدي حاجة من الحوايج ولا يموت على جالها، ويتوحش الخبزة والبقلاوة والشربة. عالم الكرة ما هوش مقسم لا الولايات ولا المعتمديات ولا الحدود، لكن إلى ألوان وسامي أندية وملاعبية ومدربين وانصار. وما نجم يقول صح علينا ربحنا، كان اللي يظن نفسه اللي هو زاد ربح ومركل بونت الحد. وفي الحالة هذه ما تعرفش شكون رابح أكثر من الآخر، مدام القسمة عمرها ما تكون قد قام. كل حد يستفاد من انتصاره بالطريقة اللي تظهر له أحسن، ومش لازم نطابق أفكار الناس الكل. يلقاو الويسكي نتاعهم، يلقاو شيخاتهم في اي مناسبه تربح في قوم ولا نربحش، يلقاو المناسبه نتاعهم باش يضحكوا ويعيشوا. وفما ناس من الشعب يلقاو كل مناسبه هذيك باش يفرحوا مليح وباش يضحكوا مليح وباش يلقاو شويه زاو. هذاك هو اللي ناكد ديما نقول بالعبيه، فما ناس من تونس يلقاو زاو كان من انتصار في القوم. الارجنتين زاد انا من يربحوا، واللي يحبوا يربحوه بخلاف الكوره هو الاعتراف بهم وبحكومتهم وبسياستهم، واللي برشا ناس مش قابلين وما يحبوش يشاركوا في كاس العالم. احنا نمشي نلعبوا في الارجنتين، احنا السياسه هذه ما نعرفوهاش كلاعبين كره كره قدم، احنا السياسه ما نعرفوهاش. ايه كيف تبدا بلاد العباد اللي نتاعها ست بلحطة يقول لك الرياضة ما تخدش لا بالنسبة للواحد حتى في تونس واحد رياضي لا واحد رياضي ما يلزمش كان في 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 الرياضة الرياضة أنت بعيدة على الدنيا بعيدة على العيشة بعيدة على كل شيء. الرياضة لازمش أنا كرياضي عمري ما تبع السياسة، هذيك السياسة عندها مليها كنحبوا تبعوا السياسة، رانا في السياسة ما نلعبوش الكورة. كل واحد عنده ميدان، واحد ميدان السياسة والاخر ميدان الكورة والاخر ميدان فن والاخر ميدان ثقافة. اي باهي، وفيما يخص الملاعب شنو هما الحاجات اللي تبدلوا على قبل في الكورة؟ المعيشة، الإمكانيات، التشجيع. كدرستين في ملعب الكورة، كدرستين كنا نلعبوا على المريول حتى ما عادش على المريول تو لا يلعبوا على الورق. وانت على الورق كل فلوس اي وش تعملوا بهم الفلوس؟ شو تعملوا بهم؟ باي كل واحد في الورق على كيفه. مش باهي الملاعب اللي يكون الملاعب باهي، واحد هو اللي ياخذ كل شيء، وكل لاعبينك اللي معاه الصغار غير ما المسؤولين ما يشجعوهمش، مش ما يشجعوهمش ما يحبوش يسنسوهم. كنتم لعبة قوي هما سنسوا من اللعبين محسن كل لعبوا عدوا. فما تمايز، فما تمايز في الدنيا هذه كل تمايز. فما اللعبية ياخذوا خير من اللعبية فرد جمعية ويلعبوا فرد ماتش. شكون اللي مازال يلعب الكرة؟ ها؟ اسفار هو بيدو، شكون مازال يلعب؟ الناس كلها اللي تلعب على الورق. تا هو السيد قال لك فما مش على الورق، على الورق فلوس. قال لك السيد تو فما تميز من اللاعبية اللي معناتها ياخذوا أكثر فلوس وفما اللي ياخذوا أقل فلوس. راهو مش الجمعية، الجمعية تعطي فرد فلوس من يلعب بكذا وحتى الآخر. كلهم فرد فلوس ياخذوا. كريم ياخذوا 20 دينار، الكلهم ياخذوا 20 دينار. اما فما دي سبونتير، فما احباء هما اللي يعطيو، هما اللي يعطيو. كل واحد عنده اللاعب نتاعو الممتاز معناتها. اي وش تعمل بهم؟ وش تعمل بهم؟ على المستقبل نتاعهم. لا مو يخبي يخرج تلقى ما تغطى. اسمع اشباه هذه كل حاجه يظهر لي ديما ثما فايده، واذا مش في المريول في الورق، واذا مش في الورق
في الأمصار والمعارف ولا في الشهرة. وللآن ما دخلتش الشهرة متاعي والمعارف اللي عرفتها في أموري ولا في أمور عائلتي ولا في أمور رياضية، حتى كلي نقوف النوفة خدمتي زادة من الكورة بعد حتى 10 ولا 20 سنة، عمري ما دخلت ولا عملت على الشيء هذا. فما حوايج انت ضحك، وما حوايج اللي يشوفوا اللاعب يصافح في رئيس الدولة وفي الوزير الأول، بعض أحيان يغلط يقولك يجمع يقضي كل شيء، فما اللي حاكم يحب يتغير من البقعة، فما اللي شيخ يحب يتسمى، فما اللي أستاذ ما خذاش ما نجحش حب ينجح، فما التلميذ ما خذاش البكالوريا حب ينجح، يعني يخسر له اللاعب اللي راهو في الصورة ولا في التلفزة هو يعني اللي صح في مجلس الأمة. هذا هو شيء يغلط بعض أحيان الشعب. ملا ماتش مصر البارح يا سحلو، ليش قالوا في بولتو بن عزيزة؟ باهي، أما بولتو عقيد أحسن واحد، تلعب الدماغ هذيك الكراسة تاع كيف تلعب فوق الديفونس الكل، حتى فوق الجول والله ما قصر. وكان عليهم صح عليهم، تو مدبرينا ماشيين لارجنتين، يستحقوها ولا يستحقوها. قال القدافي بعث لهم كل واحد مرسيدس جو حلو في الكوفر، لقاو تلفزيون كله. جيت في بلاصتهم انا توا، راهو فلوس وكراهب ومشى لارجنتين بلاش، صح عليهم. باش يعملهم هذاك البحر نتاعو؟ لا هاي لقيتهم يعوم، شنو هذا؟ شنو يعوم؟ هات هات الماء، هات الماء خليها. هكا تدخل الأسطورة في مرحلتها الثانية، تتربى وتعيش كل حد حسب وسائل معرفته وطلاعه. أولاد الشارع يتصنتوا من الشارع، واللي عنده زهر هو اللي يقرب أكثر من المصدر ويبعد على الوسطات ويلقى الشيء قدامه من غير تحريف. سلمك يا باز، وينك؟ كل إنسان يعطي لنفسه الحجة باش يكون مالك الرعاية، والراعي يلزمه رعية يظللها بعطفه وحنانه، ومدام قبلت تكون من الرعية اللي يجي من الراعي مبروك. من تونس يمشوا لباريس، من باريس يهبطوا حتى لدكار، ومن بعد من باريس يمشوا لدكار، ومن دكار يمشيو حتى ريو جانيرو. من جهة ريو جانيرو في البرازيل، من بعد من ريو جانيرو يمشيو لبيونس اير. ما نحب لهم 48 ساعة طيب. لا يا عاد شنو خليفة 18 ساعة وكهو عطوا يهزوا ساعة ما معاهم. من بيونس اير يمشيو لروزاريو، وين يلعبوا أول ماتش نتاعهم ضد المكسيك. ربي يستر ياكلوا 3 ولا 4 مع المكسيك. علاش عليها الكرة تدور خاطر، وفي روزاريو زاد يلعبوا ضد بولونيا. تخوف بولونيا؟ من بولونيا من روزاريو يمشيو لكوردوبا، غاديك يلعبوا ضد ألمانيا ويوفيو. قلت لازم ما تسويتي خوف كورتوبا. قالك عمرهم تحنيفة عملوا مخسامة الفيستا حمرة والسروال أخضر. يزي كالا خياسي هيك، نعرف أنا الترزي سفيرتي صاحب عمي عملهم فيستا زرقاء وسروال بي بشعار بلاي. هاي بشعار اللي صار مكتوب. أكسيون الأرجنتين لعبت كل تستنى الأرجنتين وتحمم على الأرجنتين، وأسئلة عديدة ياسر ومتنوعة تطرح في الميدان هذا، ولكن رأي اللاعبين في الموضوع كيفاش يروا مشاركة تونس في الأرجنتين. سؤال شنو احوالكم؟ جواب لاباس. سؤال الفورما سافا؟ جواب كان حبيب. سؤال والمورال باهي؟ جواب ما عندك فيه ما تقول. ما بين الاجوبه هذه وبين الحقيقه اللي يعيشها الملاعب ثم شوط كبير، الشك، الوحده، الانتظار والمغامره اللي تتعاود كل مره من لون وجديد. الناس ترى روحها في كل ملاعب باهي، ولا في كل حد يوصل يعمل الشيء اللي ما توصلش تعمله هي،
معناها تتسلفوا في وقت من أوقات حياتها، وهذا مفهوم على خاطر يصور لها القوة البدنية والشجاعة والتجربة والذكاء اللي يحتمل ما عندهاش. ولكن البطل هذا هو في الحقيقة إنسان عادي كيفي وكيفك، يخاف ويتحير ويتألم ويضعف، وتولي البطولة في آخر الأمر خدمة كيف الخدمة الكل. هذه الخطوات الأولى للأرجنتين اللي واحد على خمسة فيها ما كانش يعرف تونس وين جات على الخريطة، وتونس في تمثيلها لأفريقيا تكون واصلة الثنية اللي بدأتها مصر والمغرب.